طيب لو جينا الان اطلعنا في عندي تو فاريبلز عمالهم بتحققوا، شو التو فاريبلز اللي حكينا عنهم؟ الكواليتي اوف سيرفيس والكوانتيتي اوف سيرفيس. راح نجيب بلين، بلين كم دايمنشن البلين له؟ 2. فالاكس اكسس راح نحط عليه انترفال، وراح احط هون انترفال اكتوال، لانه الانترفال اكتوال هو فاريبل. الانترفال تارجت مين اعطاني اياه؟ اليوزر، وثبت خلص الا اذا رجعت وفاوضت معاه مره ثانيه وغيرته. وراح نيجي نقول مثلا هون عندي 1 2 3 4 5 6، راح افترض انه هذا 30 سكند، وهذا راح يكون عندي هون انترفال تارجت، والاكسس الثاني شو راح نحط عليه؟ الكوانتيتي. تمام، هاي الكوانتيتي اوف سيرفيس اللي راح تكون اتش سي، وهاي اتش سي متغيره وهي خصيصه من خصائص السيستم تبعي، لكن اللي ثابت ايش؟ رايفل ريت 1 2 3 4 5 6، خلينا نقول 12% هون. هاي عندي اي ار، هاي اعتبرناها انها ثابته. كل ديزاين بطلع فيه في له تو بارامترز، مضبوط؟ ايش هم؟ The quality of service and the quantity of service، مضبوط؟ فالديزاين اللي طلعنا فيه اول شيء اول ما بدينا طلعنا بديزاين 14% والانترفال كان 25.7، هذول بقدر احطهم كنقطه مش هيك؟ بوينت اكس واي، مين الاكس اكسس؟ الانترفال، اذا 25.7 والواي 14%، بتحب نحطها 0.14 او بتحطوها 14%، مش هاي بوينت على البلين؟ تقديرا وين جاي؟ 25، انا عندي هي 25.7 فوق، وال 0.14 كل واحدة من هذول عملتها 12، هاي 10 هاي 8 هاي 6 هاي 2 هاي 4 هاي 0 وهي 12 وهي 14، احنا جايبين 14. احنا تقريبا قديش عدد المصاعد عندنا؟ راح تشوفوا بدون اثبات، مش راح اثبتها انا، لو احنا اخذنا كسر مصعد كسر، كم مصعد كان بيطلع عندي؟ لو انا سمحت لحالي اكسر مصعد شو كان راح يطلع معي؟ راح يطلع معي اقسمه قديش كان؟ 128 على قديش؟ على 30، اقسم 128 على 30 اوكي. بس احنا ما بنقدر نضل على هذا الخط، مش هيك؟ شو انجبرنا نعمل؟ نطلع فوق. قديش كان عدد مصاعد في الكار عندي؟ أول ما بديت قديش بي انيشال كان؟ 12 باسنجر. ولما عملت راوندينج اب، أنا وين بديت إذا؟ وين النقطة اللي بديت عندها؟ أول ما عملت وقبل ما أعمل سيلينج وين كنت؟ هون. هاي هي الاوبتيمم بوينت. ليش هاي اوبتيمم بوينت؟ تحت هذا الخط كل النقاط اللي تحت هذا الخط شو مالها؟ نون كومبلاينت. ليش نون كومبلاينت؟ من اي ناحيه؟ من ناحيه الكواليتي. كل البوينتس اللي هون ايش مشكلتها؟ كوانتيتي. فهذا لا بحقق لا الكوانتيتي ولا الكواليتي. هذا بحقق الكواليتي بس ما بحقق الكوانتيتي، هذا بحقق الكوانتيتي بس ما بحقق الكواليتي، وهذا الكوادرنت اللي ضل شو بحقق؟ بوث كواليتي اند كوانتيتي. اي نقطه بهذا الكوادرنت بتحقق الكواليتي اند الكوانتيتي. بس ليش هاي احسنهم؟ هاي الموست اوبتيمال، الموست اوبتيمال بتعطيني اقل عدد المصاعد، لكن انا مجبور اني اضل على انتجر. احط السيلينج فانكشن، لما حطيت السيلينج فانكشن وين تحركت؟ هاي الراوندينج السيلينج فانكشن، هاي تحركت من هاي لهاي، ضل عندي 12، مشيت من هون طلعت لهون لهون ب 12، ولما حسبنا 14% شو حطينا؟ بي 12 فيها، متذكرين لما حسبنا معادله؟ طلعوا لي بالله اتش سي لما حسبناها شو كانت؟ كانت 300 على 128 بوينت شيء، مضبوط؟ هون عندي 1000، هون عندي ال 5، وبي كانت 12، وحسبنا هاي عليها من هيك مش هيك؟ فوين انا لما عملت هون اتش سي حسبت وين النقطه اللي قدمتها للكلاينت؟ هاي النقطه اللي فعليا راح يصير. ايش اللامدا الحقيقيه اللي راح تصير في الموقع اللي راح اشوفها؟ النقطه اللي فوق. واي نقطه هاي؟
اللي راح يصير في الموقع الوصول الحقيقي للباسنجرز وين راح يكون؟ فاهمين علي؟ لامدا ايش لازم تضلها؟ ما راح يوصل العدد، انا مش راح اقدر انقل 14%، ليش ما بقدر؟ انا بقدر انقل 14%، مش هيك؟ بس ما اجاني باسنجرز، تمام؟ اذا وين بتتوقعوا راح انزل في النهايه حتى احقق 12%؟ راح انزل لهون. وهذا فعليا اللي راح يصير. هذا بصير بالايتريشنز اللي كنا نحكي عنهم، شو هم الايتريشنز هدول؟ عمالي بقول انا حسبت الراوند تريب تايم، طلعت معي الراوند تريب تايم 128، قسمتها على 30 اعطتني 4.28. 4.28 عملتها لراوندينج اب ل 5، صار عندي 5، قسمت 128 على 5 اعطاني انترفال فعلي، هيو وين الانترفال الفعلي ال 25؟ قال لي فعليا انتبه انت الانترفال ما راح يكون 30، الانترفال تبعك راح يكون 25. طيب اذا لامدا ضلت نفسها، الوصول نفسه ضل 0.4 باسنجرز بير سكند، اذا انا ما راح يوصل عندي 12، راح يوصل عندي 10.28 راح تعطيني راوند تريب تايم اقل، وإذا أعطتني راوند تريب تايم أقل راح تروح ترجع تعطيني انترفال أقل، وإذا أعطتني انترفال أقل راح يكون عدد الباسنجرز أقل، راح أضل أنزل. وين النقطة اللي بعمل فيه عندها كونفرجنس في النهاية؟ هاي خلص بعدين فيش إيتريشنز، راح يبطل عندك إيتريشنز من هون. هذا الخط مهم لأنه هذا الخط وي جرافيتيت توورز إت. إيش جرافيتيت؟ بنقول الأولاد they gravitate باتجاه السويتس في السوبر ماركت، لما تدخل وين بروحوا الأولاد؟ بركضوا كلهم مش هيك؟ الشباب وين بروحوا؟ لما يدخلوا على المطعم ولا هذا، او الناس بروحوا على الاكل، مزبوط؟ اذا وي جرافيتيت، اذا هون طول الوقت رح نضل نعمل جرافيتيشن باتجاه هذا الخط، حتى لو كان عندي الديزاين هون، اذا كان الديزاين هون رح يطلع هذا الخط عم بتحرك عليه عدد المصاعد في كونستنت. شو اللي بتغير بتتوقعوا هون؟ هي بي كانت 12، شو رح يصير عندي في بي هون؟ رح ينزل لقيمه جديده. اذا بي فاينل، القيمه النهائيه لبي فاينل رح تكون هون. هاي كانت P initial P N I N I، هاي P F I N A L، وخلص بعدين متى ما عملت convergence لو قد ما تعمل iterations ما راح تغير معك إيش، مش أخذت numerical عملته زي هيك بالnumerical، خلص بالنهاية it will converge to this. ولو أنت جاي من تحت على فكرة راح تعمل convergence هون، لو أنت مختار رقم passengers قليل راح تلاقي إيش، لو إحنا على فكرة ما عملناش rounding up، لو عملنا rounding down لأربعة من هون كان نزلنا عوي أي خط. فكرة لو احنا اجبرنا حالنا نعمل راوندينج داون راح ننزل وين راح يكون 4؟ هي 5، هي 4.28، هون راح يكون تقريبا ال بيساوي 4. اذا لما بعمل سيلينج فلور بدل سيلينج وين راح اتحرك؟ راح اتحرك بهذا الاتجاه عند النقطة هاي، وراح يكون عندي الانترفال ايش؟ اقل ولا اكثر من 30؟ بس فعليا الناس اللي عم بوصلوا اكثر لانه الانترفال تبعي اكثر. وين راح اعمل كونفرجنس في النهاية؟ وين انتهيت؟ انتهيت على نون كومبلاينت ديزاين، اسوأ مما توقعت في الاول، لاني شو عملت؟ لاني تباخلت في البدايه ونزلت عدد المصاعد، بس اي ستيل جرافيتيتد توورد ذا اي ار لاين. ايش اسم هذا البلين؟ منين اجت اسم كلمه هرنت؟ الاي ان تي هي ايش؟ وال H A R اللي هي H C A R شلنا منها C، شو ضل منها؟ اوكي فهذا اسم الهرم. فيجولي بخليك تعرف ايش بالضبط اللي انت عمالك تعمله، وبتعرف ايش الايتريشنز اللي وصلت لها. هذا اللي هو مشروع 13 اللي هو الهرنت بلين. اوكي